هل يجوز أن نسمح للنساء غير المسلمات والمتبرجات أن يدخلن المسجد ويجلسن ليرى الناس كيف يصلون من أجل الدعوة؟ نعم. هل يجوز أن نسمح للنساء غير المسلمات والمتبرجات أن يدخلن المسجد ليشاهدن الرجال والناس كيف يصلون من أجل دعوتهم إلى الإسلام؟ أما في المسجد الحرام فلا يدخله الكفار ولا المشركون، إنما المشركون نجس ألا يقربوا المسجد الحرام. أما بقية المساجد اختلف العلماء هل يدخلها الكافر أو لا. الصحيح أنه يدخلها لأنهم دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مسجده في المدينة. النصارى دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم وتفاهموا معه وهو في المسجد، نصارى نجران. وكذلك ربط ثمامة بن وثال قبل أن يسلم، ربطه في المسجد. فغير المسجد الحرام لا بأس أن يدخله الكفار إذا كانوا ليسمعوا القرآن ويسمعوا الدعوة. قال تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فإذا كان القصد من دخولهم أنهم يسمعون عن الإسلام والقرآن فهذا شيء طيب. والمرأة المسلمة تنصح عن التبرج، تنصح عن السهور، فإن أبت فإنها لا تدخل المسجد، ما تمكن من دخول المسجد إذا كان لك عليه سيطرة. أما المسجد اللي ما لك عليه سيطرة فلا تمنعه، ما تقدر تمنعه.